السلام عليكم. إيران كشفت عن ترسانة أسلحتها الجديدة في توقيتات مثيرة وخطيرة خاصة على العراق. الكشف عن هذه الأسلحة طبعا جاء يوم أمس. الأوساط الإيرانية تحدثت عن تفاصيل هذا الأمر مع الأسوشيتد بريس، وطبعا أبرز هذه الأسلحة كما ترون هنا هي طائرة مهاجر 10، طائرة مسيرة حديثة خطيرة للغاية. هذه الطائرة تتمتع بالعديد من المزايا، فهي تستطيع من التحليق لمدة 24 ساعة ويصل مداها إلى 2000 كيلومتر، بالإضافة إلى ذلك إلى أنها تستطيع من التحليق على ارتفاع 7000 متر، وأيضا على سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة الواحدة، وهي تستطيع حمل العديد من الصواريخ والذخائر في نفس الوقت. والكمية أو الوزن لهذه الذخائر التي تستطيع من حملها يصل إلى 300 كيلوغرام، وهذا يعتبر أضعاف طائرة مهاجر 6 وما تستطيع من حمله طبعا من صواريخ وذخائر، بالإضافة إلى ذلك إلى أن هذه الطائرة مزودة بأنظمة الحرب الإلكترونية. وأيضا عندما ترى هذه الطائرة وطبيعة الديزاين والتصميم الخاص بها، هي تشبه تماما طائرة MQ-9 ريبر الأمريكية. تلاحظ بأن الفروق قليلة وضئيلة ومتشابهة تماما، وإمكانية هذه الطائرة قد تكون هي أفضل طائرة مسيرة الآن تمتلكها إيران، بالإضافة إلى ذلك إلى أنهم أعلنوا عن كمية جديدة من صواريخهم البالستية الاستراتيجية، صاروخ حاج قاسم الذي يصل طبعا مدى إلى 1500 كيلومتر، بالإضافة إلى صاروخ خرم شهر الإيراني الذي يصل مداه إلى 2000 كيلومتر. هذه الصواريخ طبعا هي تعتبر صواريخ استراتيجية مهمة بالنسبة لإيران، بل إنهم أعلنوا مع هذه الشحنة من الصواريخ بأن القوات المسلحة الإيرانية قد تسلمت هذه الصواريخ، بالإضافة إلى الحرس الثوري الإيراني وتحديدا القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني. وكما نلاحظ هنا من الصور الخاصة أيضا التي طبعا ظهر فيها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، هو الذي طبعا افتتح هذه الأسلحة واستعرض هذه الأسلحة بهذا الشكل. ستلاحظ بأن هنالك عربات أو شاحنات مدنية هي التي طبعا تعتبر القواعد أو تشكل القاعدة لهذه الصواريخ البالستية، إن كان صاروخ حاج قاسم أو حتى صاروخ خرم شهر الذي تحدثنا عنه. وهذه طبعا الشاحنات في العادة هي شاحنات إيفيكو التي طبعا حولتها إيران إلى منصات لهذه الصواريخ، وسبق وأن استخدمت هذه الشاحنات وظهرت سابقا عندما أعلنت إيران لأول مرة عن طائرات شاهد 136 المفخخة. أيضا حولوا هذه الشاحنة المدنية إلى قاعدة لإطلاق هذه الطائرات المسيرة، وطبعا هذا يساعد على التخفي، على التنقل بسرعة، على تحقيق هجمات مباغتة والانتقال بسرعة من النقطة التي تم منها الهجوم. وبالتالي هي مسألة مهمة للغاية وخطيرة في نفس الوقت، ولكنها أيضا فعالة. هذه الطائرة باختصار قام الإيرانيون بتهديد إسرائيل كالعادة، كل سلاح يظهر جديد بالنسبة لإيران تهدد به إسرائيل، وطبعا قاموا بهذا التصميم ونشر هذا التصميم الذي وضح طائرة مهاجر 10 وهي تحلق فوق مفاعل ديمونا، وقالوا وذكروا عبارة بأنهم سيعيدون إسرائيل إلى العصر الحجري. ولكن ما هو مثير بهذه المسألة، توقيت الإعلان عن هذه الأسلحة هو يأتي متزامنا وقبل أيام وأسابيع قليلة ومن انتهاء المهلة لهذه المذكرة الأمنية التي وقعت بين الجانب العراقي والجانب الإيراني في مارس من هذا العام. هذه المذكرة الأمنية هي تمتد لمدة 6 أشهر وهي على وشك الانتهاء الشهر القادم، وأعلنوا عن هذه الأسلحة. وطبعا أساس هذه المذكرة لمن لا يعلم، المسألة مرتبطة بالأطراف الإيرانية الكردية المعارضة المتمركزة في إقليم كردستان، فإيران طلبت من الحكومة العراقية القيام بشيء تجاه هذه الأطراف، لأنهم يرون هذه الأطراف تقوم بالتدخل في الداخل الإيراني، تقوم بزعزعة الاستقرار، ترسل طائرات مسيرة إلى الداخل الإيراني وتستخدم في هجمات استراتيجية على إيران، وأيضا في نفس الوقت هم يساعدون المتظاهرين بحسب طبعا الاتهامات الإيرانية، وخاصة أن شهر سبتمبر، ويجب أن ننتبه، هو سيصادف في شهر سبتمبر الذكرى السنوية لانتفاضة وتظاهرات مهسا أميني، وبالتالي لا يريدون لهذه الأطراف أن تبقى بأي شكل من الأشكال، وأيضا يريدون إشغال الرأي العام بهذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة عندما يقومون بالعودة مرة أخرى لقصفهم مرة
ثانية فهم قصفوهما العام الماضي بالطائرات المسيرة أيضا وبالصواريخ وبالمدفعية، والآن هذه المذكرة على وشك الانتهاء ويريدون العودة من قصفهم، وبالتالي نوعا ما تذهب الأنظار إلى أقليم كردستان بدلا من التركيز على هذه التظاهرات مع ذكراها السنوية والتهديدات والوعيد المستمر من هؤلاء المتظاهرين بأنهم سيقومون وسيزيدون من وتيرة هذه التظاهرات الشهر القادم. بالتالي إيران الآن طلبت من الحكومة العراقية أن تفعل شيئا، نزع السلاح من هذه الأطراف، إغلاق مقارهم، ولكن حتى هذه اللحظة ليس هنالك شيء يذكر. الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة لا زالت موجودة في إقليم كردستان، لا زالوا يحملون الأسلحة، ولا زالت مقراتهم موجودة، وهذا هو الذي ينذر بخطر ما ممكن أن يكون قادما ضد هذه الأطراف، خاصة وأن استخدام هذه الطائرات، طبعا الطائرة المسيرة الجديدة أو الصواريخ البالستية، سيكون له دورا كبيرا في مهاجمة هذه الأطراف لمدة 24 ساعة من إمكانية هذه طبعا الطائرة تحلق 24 ساعة على ارتفاع 7000 متر مع ذخيرة هائلة يصل وزنها إلى 300 كيلوغرام، يعني إنها ستكون مؤذية تماما بالنسبة لهذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة، وكذلك الصواريخ البالستية ستكون مهمة في ضرب مقارهم وتدميرهم، لأن إيران تريد نزع السلاح من هذه الأطراف بنفسها إن لم يفعل العراق شيئا تجاه هذه المسألة. وأساسا الأطراف الإيرانية كانت واضحة، رئيسي طبعا الأركان العامة للقوات المسلحة الإيراني محمد اللواء محمد باقري كان قد هدد باتجاه هذه المسألة في شهر يوليو أي الشهر الماضي، تحدث عن هذه القضية تحديدا وقال الآتي كما تلاحظون في 11 يوليو، قال سننتظر حتى سبتمبر المقبل ونأمل أن تقوم الحكومة العراقية بمسؤولياتها، ولكن إذا مر هذا الموعد وبقي هناك مسلحون أو نفذوا عمليات فإن عملياتنا ضد هذه الجماعات ستكون بالتأكيد أشد وستتكرر بشكل أكبر. وفي الزيارة الأخيرة التي قام بها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد مؤخرا، سرب عنه بأنه قام بعدد من الاجتماعات المهمة حتى مع مسؤولين في الحكومة العراقية وتحدث عن هذه المسألة تحديدا بحسب العربية الجديد التي قالت الآتي: قاآني بحث ملف تواجد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان العراق وضرورة تأمين الحدود لمنع أي عمليات تسلل لعناصر تلك الأحزاب مما يهدد أمن واستقرار إيران. ولاحظ هنا ما الذي ذكر: متحدثا عن منح إيران الحكومة العراقية فرصة لفرض سيطرتها على كامل الحدود ومنع تلك الأحزاب من أي نشاط مسلح وعسكري ضد إيران. وهذا على هذا الأساس طبعا هذا كله يوضح بأن هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة مع الذكرى السنوية لهذه التظاهرات مع إعلان هذه الأسلحة من الطائرة المسيرة والمزيد من الصواريخ البالستية التي تسلمها أساسا الحرس الثوري الإيراني، وهو نفس الطرف الذي قام بالهجمات وقاد الهجمات على طبعا هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة، هو يوضح بأن ليس هنالك الآن شيء يمنع إيران من القيام بعمليات قادمة باستخدام هذه الأسلحة الحديثة تحديدا. بل ما هو مثير أيضا في هذه المسألة بأن في شهر أكتوبر تحديدا في 18 أكتوبر، في ظل عدم وجود أي عودة للاتفاقية النووية مع إيران، فإن قرار مجلس الأمن الدولي 2231 الذي يلزم إيران على عدم إرسال أي سلاح يصل مداه إلى أكثر من 400 كيلومتر سينتهي أساسا، ستنتهي صلاحية هذا القرار، وبالتالي قانونيا للولايات المتحدة الأمريكية ولا أوروبا ولا أي دولة أخرى بعد انتهاء صلاحية هذا القرار قادرة على معاقبة إيران إذا ما أرسلت هذه الأسلحة لأي دولة كانت. وطبعا الأنظار كلها تذهب بأن إيران قد ترسل هذه الصواريخ البالستية وهذه الطائرات المسيرة التي تحدثنا عنها قبل قليل، ممكن أن تجدها مع الروس لمساندة روسيا في حربها في أوكرانيا وفي صمودها المستمر ضد الهجوم الأوكراني المضاد، وهذه مسألة استراتيجية مهمة بالنسبة لروسيا تجاه أوكرانيا، وطبعا هذه قضية لا يستطيع أحد فعل شيء تجاهها أبدا. وأيضا هي تثبت أيضا أن العقوبات الأمريكية لم تؤثر أبدا على حقيقة إيران بأنها ترسل هذه الطائرات المسيرة أو أي سلاح آخر، وهي أيضا
توضح وما جرى اليوم أو يوم أمس من إعلان هذه الأسلحة أن العقوبات الأمريكية لم تغير من حقيقة أن إيران مستمرة في إنتاج هذه الطائرات، إن كانت شاهد 136 أو أي طائرة أخرى إيرانية أو أي صاروخ باليستي. إيران ليس لديها مشكلة أبدا ولا تتأثر بهذه العقوبات أبدا، ولا تتأثر حتى بأي شيء ممكن أن يتطور في المستقبل، وبالتالي الصناعة وإنتاج الطائرات واختراع الطائرات وإرسال الطائرات لن يتوقف أبدا ولا مشكلة أبدا. وأيضا أن هذه العقوبات لم تؤثر في مسألة زيادة إرسال إيران لطبعا أو صادراتها النفطية، فصادرات النفطية لإيران الآن مع ارتفاع أسعار النفط بدأت تزداد بشكل أكبر تجاه حلفائها وتحديدا تجاه الصين، لأن أسعار البرميل النفط الإيرانية طبعا تبيعها بشكل مخفض وبالتالي تصبح مفضلة، والآن إيران تصدر بشكل أكبر هذه البراميل النفطية الخاصة بها، وهذا أمر كان واضحا من قبل بلومبرغ مؤخرا. كما تلاحظ هنا في 21 من أغسطس أكدت طبعا بلومبرغ عن طريق تانكر تراكرز بأن إيران وصلت في صادراتها في صادراتها النفطية في أول 20 يوما من هذا الشهر صدرت 2.2 مليون برميل للنفط في اليوم الواحد، وهذه مسألة مهمة للغاية لأن هذه النسبة عالية، وتعتبر أن استمر الوضع على ما هو عليه الآن بهذا الرقم خلال هذا الشهر، يعني هذا الشهر صدرت إيران أعلى كمية للنفط مقارنة بأي فترة أخرى منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية النووية. لا بل أن إيران بدأت تتحدث بحسب أيضا ما نقلته بلومبرغ بأنها تهدف لرفع الصادرات النفطية إلى 3.4 مليون برميل للنفط في اليوم الواحد، وهذا قريب للغاية من قدرة إيران في الصادرات النفطية بشكل عام لنفطها بشكل عام، ألا وهو الذي يصل إلى 3.8 مليون برميل للنفط في اليوم الواحد. بالتالي لا مشكلة أبدا لإيران أن تذهب بعيدا في الصادرات النفطية، تفادي العقوبات، إنتاج الأسلحة التي تريدها، وتحقيق الأهداف التي قد تزعج الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا، خاصة أيضا يوم أمس كان بريكس ومجموعة بريكس بدأت باجتماعاتها المهمة للغاية والتي بدأوا يتحدثون فيها، وتحدث فيها طبعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل واضح بأن التخلي عن الدولار الأمريكي أمر لا رجوع فيه، يريدون اقتصاد مختلف، يريدون تعدد للقطبية، وبدأوا يعملون على هذا الأمر، وبدأوا ينظرون أيضا في عضوية 20 دولة إضافية إلى مجموعة بريكس، ومن أهم الدول التي تفكر بريكس في إضافتها طبعا إلى هذه المجموعة المهمة هي المملكة العربية السعودية، يريدون قلب الوضع تماما على الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو بشكل كامل. بالتالي الآن إيران بشكل مثير تلعب أدوارا إقليمية مهمة متحدية للولايات المتحدة الأمريكية طبعا على مستوى الشرق الأوسط، وكذلك على مستوى الحرب الأوكرانية، وأيضا تعمل بشكل واضح واستراتيجي في مسألة تعدد القطبية، وهذه قضية ستساعد روسيا كثيرا في تحقيق الكثير في الفترة القادمة، إن كانت روسيا أو إن كانت الصين أو أي من الدول التي هي طبعا تقف معها، وهذا يشكل أيضا تحديا للولايات المتحدة الأمريكية على مستوى مساندة حلف الناتو وكذلك مساعدة أوكرانيا في الحرب الروسية الأوكرانية الجارية حتى هذه اللحظة، وكذلك تواجد الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط أيضا يواجه تحديات، لأن إيران تزداد قدراتها وتتفادى العقوبات بشكل مستمر، لكن أيضا الولايات المتحدة من جهة أخرى هي تستمر في عملية استعراض قدراتها العسكرية، وتحديدا على مستوى مضيق هرمز، خاصة وأنها نشرت 3000 عنصر من عناصر مشاة البحرية الأمريكية المارينز مع قدرات جوية عالية. فعلى سبيل المثال القيادة الجوية الأمريكية نشرت يوم أمس بهذا الشكل إحدى طائرات F-16 وهي التي تحلق بهذا الشكل طبعا فوق مضيق هرمز كما تحدث هذا المنشور الذي نراه، وإذا ما حاولنا أن نتأكد من عدد من التفاصيل فسنلاحظ بأننا أمام ممر مائي هنا وبعض العلامات الأخرى لطبيعة هذه المنطقة التي تأتي طبعا على الأرض، واضح بأن الأمريكيون متقصدين في إظهار هذه العلامات، والمياه طبعا واضح بأنها تتجه بهذا الشكل من المفترض إلى الخليج العربي، وأيضا تجد بعض التضاريس التي تعطيك نوعا ما هنا وكأنه ميناء
كما هو واضح، وأيضا ممر مائي آخر بهذا الاتجاه. من المفترض أن يكون هذا هو مضيق هرمز بحسب ما تحدث عنه هذا المنشور، وبالتالي نحاول أن نأخذ هذه العلامات بجدية لكي نحاول أن نحدد الموقع، مع علامات أخرى من صورة أخرى قد نشرت تأتي تقريبا بهذه الطريقة. ليس هنالك الكثير هنا طبعا، كما نلاحظ الميناء الذي كان ظاهرا قبل قليل على ما يبدو بأنه متشابه مع ما لاحظناه، وأيضا نلاحظ أن هنالك طريقا يأتي على شكل الزيجزاج كما نلاحظ، لو اقتربنا منه سنلاحظ بأنه أيضا موجود هنا كما نلاحظ في هذه المنطقة. بالتالي إذا ما حاولنا التأكد من طبيعة هذه المنطقة نتجه إلى مضيق هرمز لكي نلاحظ هذا المنشور الذي نشر مؤخرا، ونهبط مباشرة إلى هذه المنطقة التي من المفترض هي النقطة التي كانت تحلق فوقها هذه الطائرة، طائرة F-16 مع الممر المائي الذي يمتد إلى الخليج العربي، ممكن مع التفافة بسيطة إلى اليمين مع الاقتراب قليلا نحاول أن نتأكد إذا ما كانت هذه الطائرة فعلا تحلق بهذه النقطة وبهذا الاتجاه، وستجد فعلا بأننا أمام نفس النقطة أو نفس المنطقة التي طبعا ظهرت لنا، هذا هو الممر المائي كما نلاحظ، ونتأكد هنا وتصبح واضحة بالنسبة لنا بأن هذه هي نفس المنطقة التي ظهرت لنا هنا طبعا الميناء، وأيضا هذه هي النقطة الأخرى التي لاحظناها، وهذا يوضح أن الطائرة كانت تحلق هنا كما كانت ظاهرة في الصورة الخاصة بالقيادة الجوية الأمريكية، وإذا ما اقتربنا من هذه المنطقة قليلا فسنجد بأنها تتطابق مع الصورة الثانية التي رأيناها مع طريق الزيجزاج الذي طبعا تحدثنا عنه، ستجد بأنها متطابقة تماما في كل ما ظهر طبعا من هذه الصورة، لا شيء مختلف أبدا، وهذا هو طبعا على ما يبدو الميناء الذي كان واضحا في الصورة، وطريق الزيجزاج هو واضح في هذه النقطة، بالتالي كل شيء متطابق، وهذا يوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في إرسال الرسائل عبر قوتها الجوية وقوتها الموجودة طبعا في مضيق هرمز، وأيضا في نفس الوقت لا زالت تراقب الوضع، فطائرات الاستخبار الأمريكية الـ RC-135 Rivet Joint لا زالت تحلق فوق مضيق هرمز أو فوق الخليج العربي في حقيقة الأمر هنا المضيق، وتراقب طبعا الداخل الإيراني، وكما تلاحظ من طبيعة التحرك هنا ذهابا وإيابا هذه هي الطائرة وهي تراقب الداخل الإيراني بشكل مستمر، قلقا من أن تقوم إيران بأي شيء أو أي احتجاز لأي سفينة نفطية أو ناقلة نفطية ممكن أن تهدد سلامة الناقلات التجارية بشكل عام في هذه المنطقة، وبالتالي هم يراقبون وأيضا هم يضعون، يجب أن لا ننسى طائرات الـ F-35 الشبح أو طائرات الـ F-16 التي رأيناها أو طائرات الـ A-10 Warthog، هي كلها موجودة حاملة لقنابل مخترقة القبو موجودة في هذه المنطقة في رسائل المستمرة لإيران، يا إيران عليك الاتفاق معنا وإلا نحن جاهزون تماما للقيام بالكثير تجاه أراضيك وتجاه المفاعلات النووية بشكل أساسي. إذن هي تفاصيل مثيرة فعلا، وطبعا تبقى الأسئلة كيف من الممكن للأمور أن تتطور تجاه العراق تحديدا وتجاه إقليم كردستان.